بلا شك انه قضية ادراج انبوب العقبة، انبوب بصرة عقبة، هذه ترقى الى الخيانة العظمى وان كانت مفروضة امريكيا على الجانب العراقي. احنا الحقيقة والصدمة اللي تلقيناها كحراك شعبي لمبادرة الحزام وطريق الحرير صدمة واقعا كبيرة، لأنه الأنبوب كان على أساس يمد بأيام رئيس الوزراء السابق بالوكالة الكاظمي مصطفى الكاظمي، ووقف حراكنا بكل قوة وطلعنا مظاهرات بالبصرة بالناصرية بالسماوة إلى أن مصطفى الكاظمي رحل هاي المشاريع إلى حكومة للحكومة المقبلة. الحكومة المقبلة أنتجت السيد محمد الشياع السوداني، واستبشرنا خيرا باعتبار هذا الرجل هو ابن الشهداء وابن الوطن، وعلى قولته أنه هو من ضاق طحين الحصة أكل طحين الحصة، بالنتيجة أنه الرجل كنا نتوسم به حقيقة أنه سينتحر انتحار سياسي من أجل توقيع اتفاقية مبادرة الحزام طريق الحرير والاتفاقية مع شركة سيمنس الألمانية. والمخاوف اللي عندنا الآن بسبب هذا الدور وهذا الأداء الركيك، وإذا هذا يرقى إلى الخيانة، المخاوف اللي عندنا بعد الأنبوب تسلم الصحراء العراقية إلى السعودية استثمارا، في حين أن الصحراء السعودية هي خاصرة العراق، وبعدها احتمال شركة كل الأشياء كل أصول الدولة تنباع أو توضع تحت الاستثمار الأجنبي أو الدول المجاورة، إنه هذه كارثة للعراق. معناها قضية الأنبوب تنبئ عن خطر كبير، هذه واحدة. اثنين، إنه الأنبوب القيمة الإجمالية مالته 28 مليار دولار بقروض سيادية، وإحنا بفلوسنا هذا الأنبوب راح يطلع من عنده مصافي بتروكيماويات في مصر ودقة وحجر الأساس مالها، وتشغل أيضا عاملة كبيرة، وراح ينتج من هذا الأنبوب أيضا بناء ميناء العقبة تحويله إلى ميناء نفطي، والأنكى من هذا راح تكون أكو مدينة صناعية بالأردن تأخذ 10,000 عامل، وكل هاي الأشياء بفلوس عراقية، والعراقي دوره شغلتين بهاي القضية. القضية الأولى هو راح يكون حامل لهذا المشروع وما يستفيد منه أي شيء، الصيانة عليه مستقبليا، ويسلم هذا المشروع للأردن، وإحنا حقيقة خيبة أمل كأنه هذا المشروع أعطي إلى الأردن لقاء قتل الزرقاوي، يعني كأنه دية دفع للزرقاوي، وهذا إقرار هذا الأنبوب هو استهتار كبير بالشأن العراقي واستهتار بدماء الشهداء العراقيين، ومع الأسف هذه خيانة كبرى.